غريباً أن ترتبط النهضة الفنية والمسرحية في العالم العربي بنساء مبدعات، جريئات، متفلتات من القيود البالية، سواء كانت هذه دينية أو اجتماعية أو سياسية. فمعروف عن المرأة في المسرح أنها تقتحم حيث يتردد بعض الرجال، وأن طاقتها الاستثنائية تحملها على تخطي حواجز تخيف كثراً آخرين، وهي تعلم تماماً أن شرط الخلق الأول والأخير هو أن يكون أداؤها حراً وخيالها حراً وصوتها حراً، وألا تسخر موهبتها العالية وحضورها الشرس لتسويق أي خطاب لا يتوافق مع قناعاتها. ضيفتنا اليوم واحدة من لبؤات المسرح في دنيا العرب ومن أيقوناته الفنية، فمن تكون؟ أنا فاطمة بن سعيدان، ممثلة سينمائية ومسرحية تونسية. السبعينيات كانت بالنسبة إلي مرحلة التكوين المسرحي والهواية بين باريس وواشنطن وتونس. العام 1987 بدأت رحلة الشغف مع ركني المسرح الجديد فاضل الجعايبي وفاضل الجزيري في مسرحية عرب. ساهم الجعايبي في تكوين المسرحي هو وجليل بكار وغيرهم. قدمنا مسرحا يحاكي واقعنا، مسرح مثير للجدل والدهشة، فاميليا، تسونامي، عنف، خوف، محطات من مسيرة طويلة. سينمائياً لعبت في 38 فيلماً، وإن أنسى لا أنسى أدواري في آخر فيلم ميكينج أوف، وفي يوميات قريتي وقصر الدهشة وغيرها من الأفلام. أنا فاطمة بن سعيدان، أرى أن الفن والنضال توأمان، ولطالما وقفت ودافعت عن حقوق شعبي وثرت على التقاليد البالية ورفضت التمييز بكل أشكاله، وطبيعي أن أكون اليوم وغدا ضد الرقابة بكل مسمياتها، رقابة السلطة والدين والمجتمع. ممثلة مبدعة لها تاريخ في العمل المسرحي والسينمائي يمتد زهاء 4 عقود، وليس مستغرباً على من يتابع مسيرتها الاستثنائية أن يضعها في مصاف الأيقونات. أهلاً بك فاطمة بن سعيدان، ودام حضورك شرساً وألقاً وحراً. يعيشك، مرحبا بك وشكراً على الاستضافة، وأهلا وسهلا بمشاهدي الحرة. أستاذة فاطمة، لنبدأ من مسرحية 50 التي تعرضت للمنع عندما عرضت منذ 13 عاماً، وهي مسرحية كانت كتبتها الفنانة القديرة جليلة بكار وأخرجها الفاضل الجعيبي، وحضرتك شاركت في بطولتها إلى جانب آخرين. لماذا تعرضت هذه المسرحية للمنع؟ قبل ما نقول لك لماذا تعرضت، نقول لك شنو الاسباب اللي تحدث فيها العمل هذا، وهو اول عمل مسرحي سياسي، لان 50 هي تقييم للوضع السياسي في تونس من 56 الى 52. وكما قلت انت، كتبت المسرحيه هي امراه، هي جليلة بكار. ف 50 تحكي على تخوف المرأة من جملة الإشكاليات، تخوف المرأة إلى الرجوع إلى الوراء بعد ما نالت المرأة معناتها حقوق وواجبات عبر مجال الأحوال الشخصية. دونك كانت الفكرة الأولى هي الحديث عن اليسار، يعني السبعينات، لأن لاحظنا اللي كثير من اليساريين توفوا الله يرحمهم، فقلنا لماذا لا نحفظ هذه الذاكرة. لكن شفنا أن امتداد 50 سنة ثم السبعينات والثمانينات، وفي الثمانينات بدأت تظهر الحركة الإسلامية في تونس، وكما ظهرت نعرف للعالم كيفاش معناتها التقلبات اللي في العالم، حرب الخليج الثانية، الانتفاضة الثانية متاع فلسطين،
لون سبتمبر يعني 11 سبتمبر وظهور وانتشار الفكر الإسلامي في البلدان العربية وفي إفريقيا بما أنها تونس. ففي هالخضم هذا كل قلنا لا يمكن أن نعطي الكلمة كان اليسار، فكان لزاما أن نعطي الكلمة لليساريين ولل احنا نسميهم بتونس الإخوانجية. فخمسون فيها أربع عناصر، أعطت الكلمة إلى الإخوان، إلى الرفاق اليساريين، إلى البوليس، وإلى المواطنين. وخمسون لم يعني ما كانتش تشيطن أو تبيض معناتها الكل، فقط عرضت الأمور كما الأمور هي. وهذه اللغة، هذه العمل الفني طبعا. لكن بتقول لا تشيطن ولا ما تنقولوا احنا تبيض، كان حبينا نقولوا الكلمة، بل كانت هي صرخة ضد الرجعية وضد اللغة الخشبية الأعمال القمعية متاع الحكومات متاعنا. نوع من جرس إنذار. من أزعجت تحديدا؟ يعني من أزعجت هذه المسرحية؟ هل لأنها كانت تتصدى لمشروع الحركة الإخوانجية الإسلامية المتطرفة؟ أزعجت الحكومة. يعني احنا لما قدمناها في لوديو، قدمناها مده يعني معناتها كما نقولوا احنا في شبابيك مغلقه، وما اعظم من لوديو، يعني كان ينجم يكون معناتها حتى الوزير نتاعنا فخر، لاني اول عمل عربي يتقام في لوديو وتسمع فيه اللغه العربيه في لوديو، هذا شيء مهم. فعوقبنا لذلك. وقت اللي مشينا للوديو ما كانش عندنا تاشيره، لان قدمنا يعني قدمت جليله فاضل مطلب في التاشيره، يعني ما خديناهاش. هما في اوروبا ما عندهمش مشكله مع التاشيره، عندك عمل جهه تقدمه، اللي يرفض العمل هو المتفرج، يجيك ولا ما يجيكش، فاهمه؟ هذه هي الطبيعه، هذه يعني هي الطبيعه الاصليه. كيف رجعنا لتونس كان لزاما علينا خاطر باش نقدموا النص، يعني لابد ثم تقسيم تقديم النص للرقابه، ثم زوز رقابات، ثم رقابه للنص ورقابه للعرض. يجيوك بعد العرض باش يشوفوا النص، يتاكدوا انه التزمتوا. نعم، على فكره هي تنحات رقابتهم من نرجعوا بعد ثم رقابه اخرى. دونك كيف بعثوا مطلب، جاتنا لجنه شافت العرض، اعجبت بالعرض حسب قولها، وبقينا في الانتظار مده شهر. فبعد الشهر بعث فاضل المكتوب، قال لهم راه بعد شهر راح نقولوا بالتونسي سكوت علامه الرضا، من نقدموا العرض نبلش. قالوا لا، جيت من الوزاره، جاء استدعى الوزير جليله بكار ككاتبه النص وفاضل الجعابي كمخرج الوحده، قال لهم الروايه ماهيش مفهومه، واعطانا 156 فقره وملاحظات للغي العرض، يعني باش تولي روايه اخرى. خلينا نشوف مشاهد من المسرحيه ومن كفي الحوار. صباح ما قلتليش كل حمار في النازله. جمع للبار الأستاذة باش تريض مريم، اقترحت عليها تنزل للريستورون اللي باهتت فيه، كانوا يمشيوا له هما صغار مع بعض من الرفاق اللي منعين من الحبوسات، يتعشوا ويشربوا، يتناقشوا، يتعاركوا، يتصالحوا، يحلموا، يبنيوا ويشيدوا، يفسخوا ويعاونوا. أستاذة فاطمة، الفاضل الجعيبي كمان قال أنه أخرج المسرحية كي لا تضطر ابنته يوما إلى ارتداء الحجاب، هل توافقينه الرأي؟ وماذا يعني كيف تقيمين مدى نجاح التصدي لهذا المشروع الإسلامي اليوم؟ احنا ما عندناش حيلة أخرى إلا التصدي ليه، وأنا نوافق فاضل. أنا بدي كان عندي أبناء ما نحبهمش، خاطر احنا تربينا في عائلة وسطية، عائلة تقدمية، اللي جاب لنا اللي من الاستقلال توا، يعني ما نجمش معناتها الاستقلال اعطانا مجله الاحوال الشخصيه واعطانا الدوله المدنيه، دونك ما نتصورش الرجوع الى الوراء، مستحيل ما نجمش واحد يرجع الى الوراء. نحن نبغى نحبوا نتقدموا برواحنا وببلادنا وبانفسنا، دونك الرجوع الى الوراء، هم يقولوا الرجوع فضيله لكن مش في كل الحالات. ولكن نحن بنعرف هلا شو عم بيصير بتونس، يعني عم بيصير في محاولات لشد يعني او لافقاد
النساء خصوصاً والشعب التونسي عموماً هذه المكاسب الرائعة التي جعلت منه ما هو عليه من رقي وانفتاح وتقدم ومساواة للمرأة؟ أبداً، يعني احنا نلاحظوا محاولات لإفقادها، صارت المحاولات بعد الثورة صحيح، وخافت المرأة خاصة خاطر هي اللي كانت مهددة إلى الرجوع إلى الوراء. معناتها مجلة الأحوال التونسية يعني هي مكسب الشخصية، سامحني، هي مكسب للمرأة، فلا سبيل إلى التفرد فيه، بل بالعكس احنا نحبه أكثر. احنا تو نديو بالمساواة في الإرث صحيح، وندوي بالحقوق الفردية للإنسان. معناتها ما نجموش نرجعوا إلى الوراء، هذا لا سبيل إليه. معناتها المنطق ما يتمشاش مع الوضع هذا بالطبيعة. احنا خاطر ما هي كيفاش هي مو جس نبض، معناتها كل واحد يحب بعد الثورة يحط موقعه فيه جس نبض، لكن صارت لن تسمح المرأة ولن يسمح الرجل، خاطر حتى ثم رجال اللي هم مساندين لقضية المرأة. كيف رجعوا سمحوا بعرض المسرحية؟ خبرينا شوية. تحرك المجتمع التونسي، يعني المجتمع المدني، الفنانين، في حتى شكون معناتها من اللي كان مستشار رئيس، معناتها مستشار في الوزارة، وجاء وسندنا اللي هو سمير العيادي الله يرحمه ويذكره بالخير، وساند العمل فعوقب لأنه ساند العمل. دونك صارت حتى دي بيتيسيون، معناتها في كيفاش نقولوها بالعربي، دي بيتيسيون يعني بيتيسيون، دي بيتيسيون عرائض، يعني تبعثت في كل البلدان التي عرضنا فيها 50 او غير 50. احنا درنا من طوكيو لبوينس ايرس لسيول، يعني خلف البلدان العربيه والبلدان الاوروبيه، فضلوا يرضخوا فنون، اي فظلوا يرضخوا، الا قالك ابدا الا كلمه ولا مع حاجات اللي احنا قلنا احنا اللي يهمنا باش نقدموا العرض، لانه عرض تونسي وتعمل التوانسه. الكلمه هي خاطر تقول جوده الاستاذه طرش قطروحها تحت في المدرسه، اما ما فماش معناتها في المدرسه بعد ما خرجوا التلامذه في الساحه تحت العلم. فقال لا، العلم هذاك خط احمر، ما قلنا اللي احنا رديناها بالقرنفل، ثورة القرنفل اللي صارت في البرتغال. دونك فتقدمت من وقتها، معناتها النص في 2006، قدمناها الجوان 2006 في باريس، وقدمت في 2007 في تونس. لكن رغم هذا كانت ممنوعة في الجهات، ما قدمناهاش في الجهات التونسية، ما دارتش كما كل الأعمال الأخرى. وفيه ثم شكون معناتها من ولات اللي قال كلمة سمحني باش نقولها، كل كلاب ما نحبهمش يجيونا. يعني احنا حنتابع الكلام عن هذا الموضوع. يقول الكاتب والسياسي التونسي محمود المسعدي: مقدار من الجنون لا بد منه من أجل مقدار من الحرية. أترككم مع هذه الفكرة ثم نتابع حوارنا مع فاطمة بن سعيدان بعد الفاصل. مهرجان أيام قرطاج المسرحية يعتبر الآن أهم مهرجان مسرح في البلاد العربية والإفريقية. تجد في أيام قرطاج المسرحية أيضاً متنفس، وكانت أيضاً تعليمات من السلطات الرسمية التونسية أن تكون هذه البؤرة منفتحة ديمقراطية، وكأنها بؤرة محمية. وأذكر أن هنالك الكثير من الأفلام التي منعت في بلدانها وتقدمت في تونس. يمكن لأن احنا بنربط دائما الفن، السياسة، الاقتصاد، العلاقات العامة كلها بالأخلاق وبالأعراف ما في عنا فصل للأشياء. لا يعني إنك تحكي عن موضوع ممكن يكون مسكوت عنه أو تابو هذا فعل غير أخلاقي، بالعكس الممثل كان عم يحاول يطرح مجموعة تساؤلات بتخص العنف، موضوع المجتمع الأبوي، موضوع المجتمع الدكتاتوري الاستبدادي بشكل أو بآخر. هل نحن خلقنا الدكتاتور أم الدكتاتوريات خلقت
هاي الآلية من التفكير في العالم العربي. النسخة اللي انبعتت على مهرجان قرطاج هي نسخة البروفا النهائية، كانت عم تتطور المسرحية، وأنا بعتقد هاي يعني سوء التفاهم هذا سوء تفاهم إيجابي، لأن لولا هيك يمكن ما كانت انعرضت المسرحية بالعالم العربي. من حقك علي أن أعلمك بما يتضمنه العرض فقط، ولكن ليس من حقك علي أن تمنعني من أن أفعل بحريتي الإبداعية ما أشاء. يعني الخطوط الحمراء هي أن لا نتقيد بما يقيد، وإنما لا نتقيد إلا بما يحرر وما يسمح وما يفسح المجال لأكثر إبداعية ولأكثر كيان ثقافي جميل في هذه البلاد. أستاذة فاطمة، شاهدنا للتو هذا التقرير عن أيام قرطاج المسرحية، وهو من أهم المهرجانات المسرحية في العالم العربي، وعن العرض السوري الألماني الذي ظهر فيه أحد الممثلين عاريا. ما رأيك أنت؟ ما تعليقك على هذا الموضوع؟ أنا ما هذه حاجة تخص الممثل، مادام هو رأى ما فماش حرج في أن يظهر عاري، حاجة تخصه المتقبل يقبل وما يقبلش. أنا اللي يؤسفني مش هذا، اللي يؤسفني أن مش أول مرة تصير في تونس ممثل يخرج عاري. أول مرة في يقولوا إحنا في عهد الديكتاتور، عندي صاحبتي ممثلة إيطالية، وأنا نعرف وقتها صديقي مدير المهرجان هشام رستم، عرضت عليه تحب تقدم في المهرجان، بعثت الملف والفيديو نتاعها، وكانت هي في اخر المسرحيه تخرج عاريه كامله، هي تحكي على مومس. فقبلها مدير المهرجان وحصل ذلك في مدار، ما كانت ردة الفعل يوم ذاك، ما كانت تقدم في مهرجان كما في نفس المهرجان مهرجان ايام قرطاج المسرحيه، وقتها تقدم في مدار عند رجاء بن عمار الله يرحمها، وتصفق لها الجمهور واعجب، وعملت 3 عروض وروحت وما صار حتى شيء. والحادثة الثانية في زاد عمل ألماني، جابوا المسرح الوطني وكانت الصالة مكتظة، والعبد كل قالوا مخاطر فاضل الجعايب هو مدير المهرجان، فكيف قالوا له القف قالوا ما فماش مشكل، وكانت القاعة كيف مكتظة، وشاهد الناس العرض وخرجوا ما فماش مشكل. شبيهته ولا مشكل؟ هذا هو الخطر. يعني شوف فين كنا، معناتها احنا كنا نقاسيو في رقابه اللي كنا احنا وياها، معناتها في ليديرا، وتنحات الرقابه هذه، خاطر كانت كما قلت لك رقابه على النص ورقابه على العرض، فالغيت وذهبت ان شاء الله بدون رجعه بعد الثوره. فلقينا رقيب اخر، الرقيب الاخر هو الرقيب الديني، الرقيب الذاتي الديني. يعني لا، خاطر احنا التونسي الفنان مش في غيبوبه، يعمل رقابه ذاتيه، راه احنا نعمل في الفن، مانيش نعمل في الحاجات لا بورنوغرافيه لا باش نتشطقوا بالكلام البذيء، لا نحترموا، خاطر الفنان عنده مسؤوليه. دونك ما عندناش هذايا. فمثلا نعطيك مثال، في ايام قرطاج لا في المسرح الوطني ثم عمل اسمه ألهاكم التكاثر، هو عمل مش مسرحي، هو عمل رقص ما فيه حتى مس لا بالدين ولا بالأخلاق. هذايا اللي ما نحبوش نرجعوا له، هذايا 50 اللي وقت اللي يقول فاضل ما نحبش بنت تلبس الحجاب، لكن ما نحبش تعيش في تطرف. ولكن لهذا السبب طرحت عليك السؤال في الجزء الأول، وكنت يعني أشكك في مدى قدرة يعني الفن و المثقفين المنفتحين على التصدي لهذا المد، وقلت لن نقبل بأن يجتاحوا مساحتنا، ولكنهم يعني هناك تأثير كبير للمرجعيات الدينية اليوم على عقلية المواطنين. هذا ما نصبوا إلى التصدي إليه، وباش هذا باش يجي إلا بحاجتي التعليم، الصحة والاقتصاد. صحيح. والعدل طبعا. إذا كان هالركائز هذوما ما همش متوفرين بصفة معناتها جيدة في المجتمعات، بطبيعة باش تنهار. طيب ما دور اليسار هنا؟ يعني أسألك لأننا أحيانا في لبنان نعيش يعني سيناريو مرتبك
ونرى أن اليسار يتحالف أحياناً مع إيديولوجيات دينية. يا للهول، ماذا يحصل في تونس؟ ما هو دور اليسار اليوم؟ اليسار من نجم يكون كان في صف الحقوقيين، من نجم يكون كان في صف الدولة المدنية، من نجم يكون، لكن ساعات نشوفوا تحالفات كما قلناها في 50، تو باش معناتها وقت اللي تتكلم المحامية مع تقولها تو باش يوليو يتحالفوا وكل شيء، لكن التحالفات وريناها حتى في الحكومة. يعني احنا انتخبنا حكومة على أساس باش انتخبتها 1000 امرأة، وهذا مهم لأن المرأة شعرت بالخطر وقت انتخبتها على أساس برنامج وعلى أساس معناتها النهوض بالمجتمع التونسي وذهابه نحو دولة مدنية. احنا مسلمين، أنا قريت في الكتاب ونقريت قريت الآن ونقرأ العربية وما عندناش حتى مشكل مع الدين. فهالشيء اللي جاء معناتها بلبلنا وقالنا وحطونا في مشاكل هامشية، الهوية والدين، علاقكم مع احنا ماناش في هذا. دونك هالتحالف هذا حتى على الأساس الحكومي يخلق مشكلة في وخيبة أمل كبيرة جدا. دونك احنا ايش عنا؟ أنا كان التصدي والنضال والجهاد. هل أنت جاهزة لأسئلة البرنامج الخمسة؟ إن شاء الله. السؤال الأول، ما هو الممنوع الذي يستحيل أن تكسريه ولماذا؟ الاستحالة والتكسير خليهم خطر مش في قاموسي، أما الممنوع هو اللي يداول توا احنا عنا في تونس هو المساواة في الدرس. ونأمن اللي بالتحاور والنقاش سنصل إلى حل. هذا تريدين تجاوزه. قولي كلمة تخافين قولها بصوت عالٍ. بلكسي جملة مثالش طبعاً. نقول في السنة معناتها في الشهر اللي تحتفل به المرأة يوم 8 مارس يحتفل به في المرأة في عيد المرأة، من العار أن تجلد امرأة. وأنا آسفة للتسعة نساء الذين أجلدوا لأنهم تظاهروا وأرادوا أن يعبروا عن رأيهم. متى المرة الأولى تخطيت خطاً أحمر؟ ولا مرة، لأني أعرف حدودي. ما هي حدودك؟ حدودي أن لا تجاوز حدود غيري، وهذا مهم. ما هو الثمن الذي لست مستعدة لدفعه مقابل الحرية؟ كل الأثمان تهون مقابل الحرية، حتى ثمن، لأن احنا ربي خلقنا باش نعيشوا بكل حرية. قول معناتها حتى ثمن كل الأثمان تدفع من أجل الحرية. السؤال الأخير، أنا حرة إذن أنا؟ هو يقول أنا حرة إذن أنا موجودة، قل أنا حرة إذن أنا مسؤولة، لأن الحرية هي مسؤولية. ممتاز ست فاطمة، يعني أكرمتينا بحضورك وأغنيتينا، ونتمنى أن تظلي كما أنت غير قابلة للترويض، أنت وكل النساء في تونس، لأنكن حقا مثال للمرأة العربية التي تدافع عن حقوقها وعن موقعها وعن دورها البديهي في هذا المجتمع بكل ما أوتيت من قوة. شكرا لك. شكرا لك، وأعيد شكري لك على هذه الاستضافة، وأهلا وسهلا. كلما تجرأنا على قول ما قيل لنا ألا نقول، وعلى الحلم بما قيل لنا بألا نحلم، وعلى عيش ما قيل لنا ألا نعيش، حققنا إنجازا فرديا وجماعيا على السواء، وتقدمنا خطوة على طريق الحرية والكرامة. كلما تجرأنا على قول ما قيل لنا ألا نقول، وعلى الحلم بما قيل لنا بألا نحلم، وعلى عيش ما قيل لنا ألا نعيش، انتقمنا لكل من تم إسكاته ظلما، وانتزعنا حجرا من جدار القمع والتخلف في العالم العربي، ولا بد لهذا الجدار من أن يصل.